بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن أو تحت العنوان الرئيسي JavaScript Error Handling. وفي الأول كده الحلقة دي هتطول. النقطة الثانية، أنا عايزك تركز كويس خالص معايا كل إنش في كل كلمة بيقولها الراجل ده، لأن الكلام راح يكون مهم. أنا من الآخر كده في JavaScript Error Handling مش هتكلم غير عن جملة واحدة واحدة بس، هي جملة Try Catch Finally، ده تلخيصا كده، لكن هحط زي تقطير ومقدمات عن الناس اللي هتشتغل OOP. يعني إيه Error Handling؟ مسألة التعامل مع الأخطاء في لغات البرمجة بشكل عام أو في لغات السكريبتينج لانجوجز بشكل خاص باب واسع جدا. الأخطاء في لغات البرمجة تصنيفات مختلفة وأنواع مختلفة وأسباب مختلفة وطرق مختلفة إنك تعملها هاندلينج أو تتعامل معها. في البداية خالص في أول حلقة من حلقات الكورس ده، الراجل ده اتكلم في المفهوم بتاع يعني ايه جافا سكريبت. في الحلقة دي اتكلم في نقطة كانت خاصة هو ايه اللي بيحصل بالظبط لما اليوزر يضغط انتر، يعني لما اليوزر يضغط اسف يا ربي لما اليوزر يكتب حاجة معينة او مثلا يكتب جوجل وبعدين يضغط انتر. قالك بيمر بسيريز من الخطوات، هي اي نعم مش لينير، يعني مش خطية. المسألة بيجت مع المودرن براوزرز ما بتبقاش المسألة كده، بيجت انك انك يعني ايه الحاجة اللي بتحقق لك اسرع وقت تنفذ فيه العملية دي باقل عدد او باقل قدر ممكن من الاخطاء على اختلاف انواعها. تمام، هو كان بيقولك في الاول اني اول حاجه ملفات المارك اب، بعدين تعملها داونلود، بعدين ملفات ال HTML، ملفات ال CSS، وملفات الجافا سكريبت تعملها داونلود، ونصر من لاني الكلمه العليا بتكون للجافا سكريبت، لان الجافا سكريبت هي اللغه اللي بتعمل كنترول في المارك اب وبتعمل كنترول في البرزنتيشن، فلازم يبقى الكنترول عند الجافا سكريبت، فعلشان تحدد الكونتنت ان هو ظهر بشكل فلاني او لسه في عناصر ما ظهرتش، الكلام اللي بيحصل ده بعدين يجي الكنترول على المظهر، بعدين تفضل دايما جافا سكريبت شغاله في الخلفيه، الكلام اللي سببه ان احنا قصرنا ده. مش وارد يا جماعه في النص مثلا قبل اصلا ملفات ال HTML يتعمل لها داونلود وبارسنج انه يحصل مثلا خطا في الاتصال بالسيرفر، وبان ملفات السكريبتات ديت اساسا ما بتكملش، او ده وارد ان هو يحصل، فده نوع من انواع الاخطاء اللي بتحصل، لكن ده خطا في الاتصال في الباكتس في النتوركينج. والمشكله دي يعني انت كديفلوبر لليو اي يعني انك تعمل تراكينج عليها مساله صعبه شويه، لكن ده نوع من انواع الاخطاء اللي ممكن تحصل. وانا مش بصدد الحديث عن النوع ده، انا عايز اتكلم عن نوع واحد واحد بس يا جماعة، وهكتب دلوقتي حالا، هو الرن تايم ايرورز. تتعامل معايا الكلمة دي اسمها رن تايم ايرورز، وهنقف شوية عند موضوع ران تايم. الناس اللي اشتغلت مثلا فيجوال بيزك او فيجوال سي شارب او فيجوال سي بلس بلس او فيجوال اف بلس، اي حاجة فيجوال مثلا، الناس اللي اشتغلت عموما بشكل اساسي تحت دوت نت فريم ورك مايكروسوفت،
تعرف يعني ايه رن للبرنامج، انه مثلا بعد ما بيجهز الفاريبلز وبيجهز الحاجه بتاعه بيعمل رن للكود، وبتلاقي ان هنا بقى الاي دي اي اللي انت بتستخدمها بتحاول تعمل سيميوليشن لمساله تنفيذ الكود عند جهاز المستخدم، عند الاند يوزر. فايه بيقول لك والله ده انت لو عملت رن ممكن يحصل 1 2 3 4 وديت الاخطاء اللي وارد انها تحصل. ده مجال للاو او بي في بتحاول انك تتلاشى وجود الاخطاء دي عند الاجهزه، عند جهاز المستخدم. فده اسمه الران تايم ايرور. الران تايم وقت التنفيذ الفعلي للكود. بيئات التطوير بتحاول تحاكي لك انظمه مشابهه ليها سيميوليتد ليها، فبتقول لك والله لو انت عملت ران ممكن يحصل خطا 2 3 4. ده مساله الران تايم ايرورز. احنا اللي عايزين نحكي فيه يا جماعه هنحكي عن الران تايم ايرورز ان جافا سكريبت. وامر مشابه جدا الران تايم، الوقت اللي بيتم فيه تنفيذ البرنامج عند المستخدم. احنا بنكتب سكريبتات، السكريبتات دي بنرفعها على سيرفر، السيرفر ده المستخدم لما بيستدعي السكريبت ده بيعمل داونلود، بيلاقي نفسه في الران تايم وقت التنفيذ. وقت التنفيذ ده معناه انك مريت بمجموعة كبيرة جدا من المراحل والخطوات لحين ما كل ملفات السكريبتات والمارك اب والريكوستس والسي اس اس كل الكلام ده بيجي جاهز معاك، وانت بتبتدي تعمل بارسنج فظهر معاك خطأ معين. بيقولوا يا جماعة على الاخطاء اللي بتحصل في الران تايم ايرور وكلام عن جافا سكريبت بيسموها كده اكسبشن. وبص على الكلمة دي وتأملها شوية. Exception. أول ما تشوف كلمة Exception تعرف إن ده خطأ حصل في الران تايم. Exception معناها خطأ حصل في الران تايم. يعني أنت عديت المراحل اللي فاتت والباكتس بتاعتك وصلت بشكل سليم والـ HTTP requests اتكلمت عن الصور اتحملت الجافا سكريبت الأمور دي تمام وحصل Exception. جميل. السؤال بقى هو ايه اللي يخلي فيه اكسبشنز تحصل؟ اسباب كتير جدا مختلفه، منها مثلا انك بتحاول مثلا تستدعي فانكشن مش موجوده، ده ران تايم ايرور. ما تيجي نجربه كده يا جماعه، نفتح مثلا البراوزر، نفتح الاي دي اي بتاعتنا ونقول مثلا خليني اكتب دوكيومنت dot write وهكتب مثلا انا سي هاي تمام. ده يا جماعه اهو ده يا جماعه مثال، انا مستدعي فانكشن، الفانكشن دي اسمها سي هاي، وبقول والله انا عايز الفانكشن دي. لو انا عملت كنترول اس روح كده على البراوزر واعمل ريفرش، ما في اي شيء راح يظهر غير لما تفتح ملف الكونسول، ولما تفتح ملف الكونسول هيقول لك والله انكود ريفرنس ايرور. اسمه ايه؟ ريفرنس ايرور. يعني ايه ريفرنس ايرور؟ يعني ريفرنس تيجي معنى مرجع، سي هاي از نوت ديفايند. انا ما عنديش الفانكشن اللي اسمها سي هاي دي، انت كتبت فانكشن ما عملت ليش ليها ريفرنس. انا مش عارف احمل لك الفانكشن اللي اسمها سي هاي دي لانها مش ديفايند، لم يتم تعريفها. فده بنسم ده موديل يا جماعه للران تايم ايرور. وانت بتشغل البرنامج صادفت كده بانك استدعيت فانكشن، الفانكشن ديت انت مش عامل لها ديفايننج، ده ران تايم ايرور. ونوعه ريفرنس ايرور، انك بتحاول تستدعي فانكشن مش موجوده. جميل جميل. الدخله بقى من هنا، جافا سكريبت بتوفر لك اداه جدا جميله، وبتقول الديفلوبر بص يا ديفلوبر في حاله وجود اجزاء في الكود بتاعك، الاجزاء دي
ممكن تعمل لك اكسبشنز. يعني ايه اكسبشن؟ يعني خطأ في الران تايم، متفقين؟ في حالة وجود اجزاء في الكود بتاعك، الاجزاء دي ممكن تعمل لك اكسبشنز. استخدم الادوات بتاعتي. الادوات اللي هحكي فيها يا جماعة هي try, catch, finally. هناخدها كده بالراحة. جميل، خلينا نقول التصنيفة او الشكل العام بتاعها بيمشي ازاي. في الاول انا هاخد try catch وبعدين هقول لك finally. بتتكتب كالتالي يا جماعة، بكتب كلمة try وبفتح الكيرلي braces وبقفله، وهنا بيكون في الكود بتاعي سطر 2 3 4 5 ما شاء الله. حلو كده، جميل خالص. اللي بيحصل اني اللي بيتكتب جوه التراي يا جماعه هو البلوك اوف كود اللي ربما يسبب لك اكسبشنز، الحاجه اللي ربما تسبب مشكله تحصل في الران تايم او اكسبشن، بكتبها في البلوك اوف كود الخاص بالتراي، بكتبها هنا. تمام، جميل. طيب في حاله انك ماشي ما في اي مشكله، السطر ده صحيح، السطر ده صحيح، السطر ده صحيح، ولقيت الاكسبشن هنا، يعني في خطا هنا، اللي يحصل يا جماعه دايركتلي بالظبط جافا سكريبت تنقل الكنترول لجمله كاتش، وفي جمله كاتش انت محتاج تكتب فاريبل، وهذه الكيرلي بريسز بتوعي، وهنا بلوك اوف كود ثاني. يعني بمجرد ما ان جافا سكريبت تحس بان في اكسبشن في جمله تراي، ما بتخليش البرنامج يكمل تنفيذ الكود حتى ولو كانت السطور البرمجيه اللي تحت دي سليمه، وبتنقل الكنترول بشكل مباشر لجمله كاتش وبتنفذ البلوك اوف كود اللي موجود في جمله كاتش. ده التقطير النظري. نيجي نشوف الشغل العملي ليها بيكون عباره عن ازاي. انا هكتب try وهكتب catch، وفي catch يا جماعه انا هبتدي افتح parentheses وبعدين curly braces، علشان عايز اقول لك اني catch هنا انا بكتب variable اللي هو اسم الايرور بتاعي، انا مثلا هسميه ايه. حلو، نقول مثلا يا جماعه انا المثال اللي انا كنت شغال بيه دلوقتي، تمام، هقول مثلا document dot try، هقول مثلا say hi، اوكي، و خليني انزل انتر وكمان اخد سطر تاني، ادي كنترول سي وكنترول في، والمرة دي انا هكتب سطر سليم، يعني هقول له بص انا هنا هكتب كلمة هلو وبعدين السطر ده سليم. فهنا بقى هلاقي ان في مشكلة اني مستخدم فانكشن مش هعمل لها ديفايننج. هاجي عند جملة كاتش وعرف ايه، ايه ده اسم الايرور، اسم الفاريبل اللي هيشيل الايرور. ومثلا انا هكتب document تاني برضه دوت مثلا تريت، وهعمل الاي اتسلف نفسها، عايز اظهر نفس الرساله نفسها، واعمل كنترول اس اشوف هنا واعمل ريلود، هلاقي هلو كتب لي كلمة هلو، هو نفذ السطر ده، السطر ده ما فيهوش مشكلة. بعدين راح نازل وقال لك ريفرنس ايرور. ليه؟ بص بقى لقيت ان في كلمة سي هاي،
و سي هاي دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن function انا مش عاملها defining. فقال لك reference error سي هاي is not defined. انا ما عرفش او هو كده يا جماعة عمل tracking وبعد ما خلص نزل تحت او بقى لما لجي سي هاي. حتى اهو لو انا نزلت وكتبت control C اكد لك مرة تانية الكلام بتاعي وكتبت لك هلو اتنين وعملت control S عملت refresh ما نفذش كلمة هلو اتنين. هو بص نفذ حالة دي وبص لجي سي هاي دي مجرد ما لجي الاكسبشن ها اول ما لجي ما انا مسحت الكلام اول ما لجي الاكسبشن يا جماعة اوتوماتيك نزل عند جملة catch ولجي ان في اي الاي ده هو ايه ده كان نص الخطأ ونص الخطأ او عبارة عن ايه ان سي هاي دي يا جماعة مش defined. انا انت كاتب لي function او method انت مش محددها لي. ده كده طريقة من ضمن الطرق اللي ممكن بيها تعمل tracking على المستخدم وتقول والله خد بالك انت مثلا مطلوب منك حاجة من او مطلوب منك امر معين. انا مش ده كان الامر اقرب لانه بس مثال توضيحي يعني. لكن هي التطبيق بتاع هيجي لما ايه لما الفوكس والكنترول يتنقل للمستخدم. مثلا انت اديت له الفرصة بانه يعمل ريجستريشن فقلت له اكتب ميلك او اكتب السن بتاعك ورحت انت عامل رول بتقول له من فضلك السن من مثلا من 18 ل 60 هو شغال يكتب لك 63 63 63. فانت عايز تقول له يا عمي مش كده وقف هنا. الكلام ده بيجي بقى مع الفورمز مع مين مع الدو. لكن انا كنت احاول اوضح يعني احاول اقول لك يعني ايه جمله تراي كاتش بس مش اكتر. الجانب الثاني كان جمله فاينلي او الامر اللي ليه دخل بيها برضو اسمها فاينلي. وفاينلي اللي بيتكتب في فاينلي في كل الاحوال راح يظهر. اللي مثلا برضو اكتب document.write وهكتب مثلا نمسح هنا واقول مثلا هلو تمام وانا عملت كنترول اس وعملت ريفرش هلاقي ان كلمه هلو ظهرت معايا حتى لو انا نونت السطر ده. لو انا عملت كنترول اس عملت ريلود او ريفرش للصفحه بتاعي ده هلاقي اني اقص يا سيدي هلو واحد اتنفذت اتنفذت بعدين هلو اتنين اتنفذت اتنفذت. طيب ليه هنا بقى ما نفذش جملة كاتش؟ لان اللي ما حصلش التراكنج اني ما فيش اخطاء حصلت. هو امتى بينقل الكنترول على الكاتش يا جماعة؟ لما يلاقي ان في اكسبشن. فهنا ما فيش اي اكسبشنز document.write موجود document.write موجود وبعدين راح نازل وكتب لك كلمة. ده مثال بسيط للايرور هاندلنج بتاعت جافا سكريبت انها جملة try catch وfinally. يا رب اكون مفيد في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.